الشمس لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا وسام وسام سيوف 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 وسام وسام الامتار الاخيره يا بابا 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 الله 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 الشلفه مع سيوف مع سيوف مع بن حران سالم بن محمد بن حران تستاهل فوز سيوف بشلفه الكار الانتاج والمليون ونص الف مبروك يا ابو محمد تعال وياك خير بيض الله وجهك يا ابو محمد الفوز بالمليون ونص وبالرمز ايش يعني لك اليوم؟ الله فرح الله فرح ان الله يطول عمر حكامنا اللي نمشونا من اول الموسم الى اخره وحن على مواتر وعلى دراهم ما شاء الله قال ربي يطول عمارهم ولا يفرح عليهم عدو امين ابو محمد شعورك والشوط الليله ضغط شوط نار من البدايه الى النهايه والبكره متصدره ما شاء الله عليه البكره من مروحنا احنا مرتاحين منها قابت وجه الشو في رصيدها موتر وفي رصيدها سبق سابق في الطائف عندك حقائق سباق امس واليوم عندك منافسات هل البكره اسبق البكار الموجوده؟ في اخت الله مثلها وين شاركت؟ اللي ركضت امس اللي ركضت امس في الانتاج نعم نعم لكن هي يمكنها اجهز الحلل قدمتها في الرمز لا لا هي سبوق هي من يوم درهمناها ومهلة الروح ابو محمد كان عندك اليوم ضغط شوي من الشوط يوم البكره متصدره اكيد سبق معك. اكيد سبق كل اللي يبغيها سبق ورئيسيات واخذ الرموز ومضمرين ولا فيهم مقصور في شد الكار هوت قبل الشوط ولا موجوده في التحدي انا موجوده في الدوحه ما رحنا ما رحت مكان ابدا هم يقولون اللي سبقوا واللي اخذ رموز اكثرهم مهوي وجاي اي ما راحت الله يبارك فيها يبارك ابدا ما راحت تكتيك تخطيط من عندك لا ابدا ما رحنا ديلة ما رحنا نعم موجود في الشحنيه نعم موجود في الشحنيه الله يوفقك يا ابو محمد وجعل ناموس دايم وهذا الفوز يا ابو حران وناموس لمن تهديه الفوز والله يطول عمره حكام الخليج اللي من سينا من شرقي ومن غربيهم يتمارون والله ان كانوا يتمارون بالعلوم الغانمه فينا نعم هل في مفاجات عندك شيء في اللقايه في الجداع شيء في المستقبل؟ في الحين في الزمول ولا بس حقائق؟ ولا عندي لقايا وعندي حقائق بس بيض الله وجهك وجعلنا موسم دايم ابو محمد وشكرا جزيلا لك شكرا لك طول اعماركم وطول اعماركم ونشكركم ونشكر هالاذاعه الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم